السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدرب الكاميرون سونغيا تلقى أخبارا صادمة قبل مواجهة الجزائر. ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ليصل لأكبر عدد من المشاهدين والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم القائمة الموسعة المعنية بمواجهة المنتخب الوطني الجزائري ضمن الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم. ورفض إيلانغا موكوكو مهاجم دورتموند وماتيب مدافع ليفربول تمثيل منتخب الكاميرون. ولم تشهد قائمة المنتخب الكاميروني تواجد الثنائي رغم سفر إيتو وسونك إلى أوروبا من أجل إقناعهما بالمشاركة في الدور الفاصل. وفي الأخير نتمنى أن يكون هذا في صالح المنتخب الوطني إن شاء الله الفوز والتأهل لكأس العالم. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.